يمكن بطولات المصريين ما بتخلص، ودايما قصص النجاح اللي بيكون فيها المصري هو اللي بيتصدر المشهد كتيرة قوي، وبنتكلم عنها دايما كتير في صباح الخير يا مصر. البطل المصري أحمد حبيب حصل على المركز الثالث في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام والمركز الرابع للمساتر. البطولة دي كمان يا أحمد تم تنظيمها في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وشارك فيها حوالي 200 لاعب على مستوى العالم، وقدر البطل المصري أحمد حبيب أنه يوصل لمنصة التتويج في هذه البطولة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه البطولة وعن البطل المصري في سياق التقرير اللي جاي. وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب على مستوى العالم من مختلف الجنسيات، حصل البطل المصري أحمد حبيب من أبناء محافظة المنوفية على المركز الثالث في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام والمركز الرابع للماستر. البطولة احتضنتها إمارة عجمان بدولة الإمارات، وشارك فيها البطل أحمد حبيب رافعاً العلم المصري. وتعد بطولة عجمان من البطولات المفتوحة التي يشارك فيها العديد من اللاعبين من الدول العربية ودول شرق آسيا وجميع الجنسيات الأخرى. وشارك البطل المصري أحمد حبيب في أكثر من 20 بطولة دولية، حيث إنه يمارس الرياضة منذ عام 2011 ويحرص على تطوير مهاراته البدنية والوصول إلى منصات التتويج. معنا عبر الهاتف دلوقتي البطل المصري أحمد حبيب، نتعرف منه على رحلته مع كمال الأجسام وحتى الوصول للمنافسات الدولية. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا أحمد. مبروك. صباح الكل يا استاذ جمال، الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا استاذ وسام. لا هو جمال دي احنا كنا بنتريق، انا اسمي احمد. صباح الخير. صباح الكل يا استاذ احمد. يعني احمد انت دايما كده رافع راسنا ومشرفنا في كل البطولات اللي بتخص كمال الاجسام، وفخورين بيك. بطوله صعبه زي بطوله عجمان الدوليه، هل كان عندك طموح المكسب في البدايه بمراكز متصدره، ولا كنت شايف ان انت يكفيك شرف المشاركه فقط يعني في البدايه؟ لا الحمد لله انا كنت رايح انافس، الحمد لله كنت رايح انافس يعني باذن الله. انا كنت رايح انافس وكنت عايز احقق مركز فعلا، ويعني كنت عايز احقق مركز احسن من كده بس متعوضه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه ابرز المنافسات الصعبه اللي واجهتها في البطوله وقدرت انك تتخطاها؟ والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان اقوى منافسين في البطوله مصريين. ده شيء عظيم. يعني الاول في الميزان بتاعي والثاني مصريين، الاثنين اللي فازوا عليا مصريين، ودي حاجه مفرحاني طبعا يعني. لان احنا متصدرين البطوله كمصريين، بس هم مقيمين هناك في الامارات بس هم مصريين برضه. اوكي. طب كانوا بيلعبوا باسم الامارات؟ انا اسف، بيلعبوا باسم، لا بيلعبوا باسم مصر، الحمد لله بيلعبوا باسم مصر يعني. واكثر ميداليات في البطوله كانت باسم مصر الحمد لله. عاوزين نعرف استعديت ازاي للبطوله بقى. انت كنت بتقول اللي انت داخل تنافس، اكيد اللي انت تدخل تنافس ليها استعدادات خاصه، ليها تكثيف في التدريب قبلها. احكي لنا عن تفاصيل يعني معايشتك كده، او خلينا نعيش معاك اجواء ما قبل البطوله حتى حصولك على اللقب. البطوله كان منزلين الاعلان بتاعها من 6 شهور، فانا كلمت المدرب بتاعي وقلت له انا عايز اشارك. كنت لسه لاعب قبلها بطوله احمد علي الدوليه هنا في مصر برضه، كنت عامل مركز ثالث الحمد لله. فبدأنا طبعا التمرين بيبقى فاصل قبل البطوله، ده بيبقى صعب شويه، بيبقى مرتين في اليوم. وطبعا انا مش متفرغ للعبه، انا شغال يعني شغل تاني واب وعندي اطفال وكده، فالموضوع بيبقى صعب شويه. اتمرن الصبح بدري ساعتين واخر النهار بالليل ساعه او ساعه ونص. نعم. طبعا نظام غذائي صارم جدا بقى، ده اهم حاجه في الموضوع يعني. هو بقى ده اللي انا عايز اساله لك، بتاكل ايه؟ يعني بنقسم اكلنا على 5 وجبات او 6 وجبات في اليوم. الاساسي بتاعهم بيبقى بروتين، بس بروتين ما يكونش فيه دهون زي صدور الفراخ او السمك مثلا. وبندخل كربوهيدرات بنسب محسوبه، سواء رز مسلوق او بطاطس مسلوقه. وممكن ندخل هيلثي فات بس بنسبه قليله جدا يعني. لما ركزت في اللعب في البدايه، يعني ليه اخترت لعبه كمال الاجسام تحديدا؟ والله يا استاذ احمد انا كنت بدايتي كانت في 2006، كنت اوفر ويت، كنت تخين جدا فعلا، كنت رايح اخسس. فعلا كنت وزني وصل 116 كيلو، وما كنتش بلعب رياضه، كنت مدخن.
فرحت عشان اخس يعني، وافتكرت ان انا زمان كنت بحب اللعبه، فاستمريت وربنا كرمني. اول بطوله شاركت فيها كانت 2011 كانت بطوله الجمهوريه، وعملت مركز ثالث، وده اللي شجعني ان انا استمر يعني. ما شاء الله، يعني الف مبروك، بنبارك لك مره ثانيه، وبشكرك على المداخله دي. احمد حبيب الحاصل على المركز الثالث ببطوله عجمان الدوليه لكمال الاجسام. يعني يمكن احمد اتكلم على فكره اللي هو كان وزنه زايد وابتدى اللي هو يلعب رياضه علشان خاطر يهتم بصحته.